جدر القردة يعود للتفشي مرة أخرى خلال عامين من جمهورية الكونغو الديمقراطية التي احتوت على 96% من حالات الإصابة إلى 5 دول أفريقية أخرى، ما استدعى إعلان حالة طوارئ عالمية وسط مخاوف من أن يتحول إلى وباء عالمي. جدري القردة المعروف اختصاراً باسم إمبوكس مرض فيروسي ينتقل في الأساس من الحيوانات إلى البشر وينتشر بسهولة بين الأشخاص بطرق مباشرة وغير مباشرة. أعراضه الأولية تشمل الحمى والصداع وآلام الظهر والعضلات بالإضافة إلى الطفح الجلدي. الفيروس ينتشر عبر سلالتين مختلفتين، الأولى تعرف باسم سلالة حوض الكونغو والثانية تدعى سلالة غرب أفريقيا وهي الأسرع انتشاراً. لقد تم الإبلاغ عن حالات الجدري في جمهورية الكونغو الديمقراطية سابقاً، لكن تجاوز عدد الحالات المبلغ عنها حتى الآن خلال العام الجاري 14,000 حالة و524 حالة وفاة، وهي زيادة بنسبة حوالي 160% في الحالات مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي. 3 لقاحات لمرض جدري القردة، إلا أن الوصول إليها وتوفرها ما زال يواجه عدداً من التحديات. وعلى الرغم من ذلك يقول الأطباء إن احتواء المرض ما زال ممكناً من خلال تقديم الرعاية الطبية الصحيحة وعدم تجاهل الأعراض.